مستمرون معكم مشاهدينا في تقديم فقرات برنامج العالم هذا الصباح، وبما أن الكويت تحتضن الحدث الأبرز خليجيا وهو بطولة خليجي 23، فأننا ندعو الأشقاء من دول مجلس التعاون إلى زيارة قرية الموروث الشعبي والتي تحوى التراث الكويتي والخليجي أيضا الأصيل، حيث تشهد كل عام إضافات جديدة، كان آخرها يوم أمس افتتاح ميدان الرماية. انتبه معكم ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة على هامش مهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، افتتح ميدان الرماية بالقرية والذي يعتبر نواة لتطوير هذه الرياضة في ميدان متكامل تمارس فيه كل أشكال الرماية. مجمع ميادين الرماية للشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله أمير البلاد، الذين قاموا بتجهيز ميدان الرماية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. هذا الميدان الذي استمر معنا طوال 5 سنوات وجذب العديد من الأسر والشباب لممارسة هواية الرماية في كافة أنواعها. سوف إن شاء الله تنطلق منافسات الرماية اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله، كل يوم جمعة راح يكون هناك إن شاء الله مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين، وفي هذه المناسبة ندعو الجمهور إلى الحضور والمشاركة في مسابقات الرماية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. الرماية بالنبل أو بالبندقية الهوائية والمسدس الهوائي وغيرها كلها مسابقات سيتنافس خلالها العديد من الرماة، ما يثبت علو كعب رياضة الرماية محليا حتى أصبحت محط أنظار مختلف دول العالم لبراعة وحنكة الرمي الكويتي. مشاركة مسابقاتنا اللي هي مسابقات الموروث الشعبي والتي تشمل كذلك عدة مسابقات، منها مسابقة الرماية إن شاء الله راح تكون خلال الفترة القادمة للزوار الكرام، كذلك يكون لهم دور أساسي في تثقيف وتدريب الزوار على كيفية الرماية الهوائية. حضور لافت ورزنامة مليئة بالمسابقات في رياضة الرماية وجهود كبيرة ودعم مستمر سخر من أجل نشر هذه الرياضة التراثية بين الشباب الكويتي. لبرنامج العالم هذا الصباح، أسماء السعدني، تلفزيون دولة الكويت.